كمان بالنسبة للي قالوا عنه الكانسر، بالعكس ما طلع في إله أي علاقة بالكانسر، الكافيين والقهوة والشاي، بالعكس بيحمل الإنسان من الكانسر، وخصوصا بعض الكانسر اللي موجود بالكبد أو الكولوركتل اللي هو بالمصران، اللي علاقة في المصران. جميل. الآن الطب يقول إذن على لسان الدكتور إبراهيم أن اليوم القهوة لا علاقة لها بالسرطان، لا علاقة. وأيضا نعرف اللي يدخن يشرب القهوة بعد بكثرة، صح.